وننتقل إلى خبرنا الأخير معكم مشاهدينا. وأعلنت النيابة العامة عن عقوبات من يقوم بإهانة العلم الوطني السعودي أو العلم الملكي، وستكون العقوبات السجن لمدة سنة وغرامة 3000 ريال. وفي الحقيقة يعني هالتصرفات اللي لا تمثلنا ولا تمثل قيمنا ولا تمثل أخلاقنا، ليش نصورها وليش ننشرها؟ من الضروري جدا 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 يكون عندنا حس عالي بالمسؤولية وأكيد الوطنية والحب والانتماء حتى أثناء تصوير مقاطع يعني مثل هذه ونشرها وتداولها أو حتى التعليق عليها أو حتى نعطيها أكبر من حجمها. والأشخاص اللي يتجرؤون بأي طريقة كانت بالتلفظ أو حتى إهانة العلم السعودي بأي شكل من الأشكال حتى لو كان من باب المزح، هذا طبعا شيء غير مقبول. والحمد لله يعني دائما نقول انه وطننا الغالي يحط القوانين ويسنها ودائما ما يكون عادل، سواء كنت مواطن او مقيم او ايا كان، انت لا يحق لك في الاول والاخير هذا وطننا ومن حقنا انه احنا ندافع عنه بكل الاشكال. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين.